هو الشيخ وهو الرجل وهو السياسي وهو الشاعر، شخصية اجتماعية عربية مشهورة، له من المجد النصيب الأوفر، فهو ينتمي إلى أحد أعرق العائلات الحاكمة في الخليج العربي، عائلة الصباح المنتمية إلى قبيلة عنزة الغنية عن كل التعريف، وله من الأصالة عمقها، رجل يستقبلك بحفاوة وترحيب لا حدود لهما، يأخذك في حديثه على قارب المعرفة ليوصلك إلى هدفك المنشود. وهو السياسي من الطراز النادر، يمتلك علاقات ممتدة وصداقات متنامية مع كل الدول التي مثل الكويت فيها، فقد كان سفيراً للخير ولدولة الكويت، وكان سفيراً للغير، خليجيين وعرب. كل من التقيتهم في دولة الكويت يكون لهذه الشخصية الهامة كل حب وتقدير، بل إن بعضهم أصر على أن أسأل عن سبب هذه المحبة الجارفة من جميع أطياف الشعب الكويتي. وهو مع كل ذلك وأكثر، لا زال الشعر ونيسة وجليسة في أحيان كثيرة، فهو الشاعر ومتذوق الشعر، ولعله من الشخصيات العربية النادرة التي مدحت بأكثر من 1000 قصيدة. هو الحاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والبكالوريوس في العلوم السياسية، ومن أهم المناصب التي تقلدها وكيل وزارة عام بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، ومدير إدارة المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد، عضو لجنة شؤون الأسرة الحاكمة، ورئيس اللجان المنظمة في الاحتفال بالعيد الوطني 40 وعيد التحرير 10 بدولة الكويت. له دور بارز ومهم في شؤون القبائل داخل الكويت وخارجها. عمل سفيرا لدولة الكويت بسلطنة عمان، وسفيرا لدولة الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية. ولعل الاختصار عن هذه الشخصية الهامة بحضور بيتين للشاعر حمد العزب رحمه الله، عندما يقول ديوان: من لا جاه شر عواقيب، فيصل لياج العلم علم وكادي، عند ابو مالك عز كل لصاحيب عز الرفيق، اللي حدثها الحوادي. باختصار مطول، هو الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح. أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم رموز. رمز هذه الحلقة حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد والماجستير في إدارة الأعمال، حصل على الدكتوراه في القيادة المتميزة في خدمة السلام العالمي والاستجابة لنجدة الأشقاء والأصدقاء، هو رئيس اللجنة المنظمة بالعيد الوطني 40، هو السياسي المخضرم وسفير دولة الكويت الشقيقة في أكثر من بلد. باسمكم جميعا مشاهدي الكرام أرحب بمعالي الشيخ الدكتور فيصل الحمود المالك الصباح. حياك الله أبو حمود. حياك الله، يا أهلا وسهلا، حياكم الله. نبدأ بالجانب الذاتي ولا بالجانب السياسي لليومين هذه؟ اللي تبي أنا جاهز. الشيخ فيصل الحمود سياسي مخضرم وسياسي قريب من الأحداث، كيف ترى الأحداث اللي هاليومين تمر فيها المنطقة؟ بداية أرحيك وأرحي كل الفريق العامل معاكم، وتحياتي إلى هذه الفضائية اللامعة الواعدة، وأحيي المشاهدين جميعا على وقتهم الثمين الذي أعطونا بأن يروا هذا اللقاء المتواضع. والسياسة هي دائما يعني تعيش معنا منذ الصغر، متلونة متعددة متغيرة ومجريات الحياة الحديثة، ولكن نشكر الله والحمد لله أن الله نعم علينا في أوطاننا وفي بلداننا، خاصة في دول المستعان والخليجي الذي نعتبرها دولة واحدة بفضل قياداتها الحكيمة وشعوبها الطيبة. الحمد لله نحن نعيش في رغد وفي سعادة وفي يعني طمأنينة وفي خير، ودائما كما ترون نتألم لآلام أمتنا العربية والإسلامية، ويعني نزعل على زعلهم ونحزن على أحزانهم، ونتمنى دائما إليهم التوفيق والنجاح. وبشكل عام الحمد لله الأوضاع في المنطقة عندنا احنا هنا بشكل خاص أوضاع طيبة، وأوضاع يعني بدون أي ري أو زيافة أو مجاملة مشاهدة على الواقع، سواء في الكويت أو في السعودية أو في البحرين في قطر الإمارات عمان، يعني هذه دول مجلس التعاون، إن شاء الله الدول اللي حوالينا سواء كانت دول أتت عليها متغيرات كما أشقائنا في العراق أو في تونس أو في مصر أو في ليبيا أو في سوريا، نجعل الله العلي القدير إن شاء الله في اليمن أن يوفقهم ويتمم عليهم كما يقول الإنسان نعمتان جاحدتان لدى الإنسان: الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. الأمن في الأوطان موضوع ما هو سهل، يعني اليوم إحنا ننام وأبوابنا مشرعة،
نروح ونجي بكل معايير حياتنا. وهذه والله يا أخوان من غير مجاملة نعم من نعم الله التي هي كما الهواء والغذاء وما شابه ذلك. فنسأل الله العلي الغني إن شاء الله بالتوفيق. وإحنا بدورنا في دول مستعاون يعني بشكل عام، وأنا أتكلم يعني لا أريد أن أتحدث عن الكويت لأن الكويت هي جزء من هذه المنظومة الخليجية. نعم. وبالتالي إن ما بدر منا أيادي بيضاء ومرابع خضراء وخيرات ومسرات لن يبدر منا لا للداخل ولا للخارج. جميل جميل جميل. دول الخليج لا شك يعني دعوة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة للاتحاد دول الخليج تكون اتحاد، كيف تراها؟ أراها دعوة صائبة ورؤى ثاقبة هادفة واعدة، لأن هذه الدعوة التي أتت على لسان زعيم أمة وليس دولة كما هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه ويمده مفور الصحة والعافية والعمر المديد. ما أطلق هذه الدعوة إلا يرى بأن هذه الدول المستعاون هي مجسدة. نعم. ونحن دائما نقول كم البيت الذي فيه ستة أجنحة، هو كيانه واحد وبابه واحد ومنافذه واحدة، ولكن أجنحته في الداخل متراصة في هذا البيت، هذا هو البيت الخليجي. نعم. وهذه هي الدول الست. فنحن مع دعوة خادم الحرمين ونذهب إلى أبعد مدى في موضوع التعاون بمعنى اليوم وليسمع الجميع وبكل شفافية، العمل الفردي يبقى ضعيف، العمل الجماعي هو الذي يسود وهو ويقوم. الذي يتقدم على غرار دول السوق الأوروبية كما ترون. نعم. اليوم ودول حلف آسيا ودول يعني اختلفت الأمور، ونتمنى إن شاء الله بالمستقبل مزيد ومزيد من التقارب حتى يكون ذلك لنفع. نعم. على بلداننا. نعم. الربيع العربي، هل صحيح هناك ربيع عربي أم أنها سياسة متغيرات فقط؟ والله احنا بالخليج عندنا ربيع اللي حبه قلبك مثل فترة التنهات ومثل الربيع اللي هو اللي متعودين عليه مع الشيخ يقولون يمس ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا البردي اللي يكبر من حبة البيض والخضار هذا ربيعنا. نعم. أبواب الحكام مفتوحة في كل دول مجلس التعاون وفي خير ونعمة، ولا أقولها يعني ك رجل وأنا أتشرف أني من هذه الأسرة ومن هذه النظام وكما أنا ابن هذه الأسرة كما ابن الأسر كلها كما ابن الشعب كما ابن الشعوب كلها. نعم. نحن أخي العزيز في دول مستعاون، وأقول لك بكل صراحة عندنا كل أريحية وكل صدق. الربيع العربي الذي أتى في موضوع تغيير الأنظمة والثورات مبني على ثلاثة كلمات، كل كلمة من ثلاثة أحرف، انتبه، وردت في الكتاب والسنة وأعطيت حقها، ظلم وفقر وقهر. نعم. والظلم تكلم عن الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. نعم. الظلمات وبشر الظالمين، وأن الله حرم الظلم على نفسه يعني. صحيح. والقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك وقهر الرجال. نعم. والفقر كما قال الإمام علي رضي الله عنه لو أنه رجل لقتلته. نعم. هذه الكلمات الثلاث اللي هي كلها على بعضها إذا جمعتها بتسع أحرف ما هي موجودة عندنا والحمد لله، لا عندنا في دول الخليج ظلم ولا عندنا قهر ولا عندنا فقر. وهذه على اليوم ماكو شيء مخبى، لكن هي قد وجدت في هذه الدول سواء كانت هاي الكلمات الثلاث مجتمعة أو ثنتين منها، وعلى قدر الواقع أتى التعامل وعلى قدر مكانة أتى الاحترام وعلى قدر ما هي فيه من الشعوب ثارت. لكن الحمد لله إن شاء الله ندعو لهم. جميل جميل أبو حمود، أنت سياسي مخضرم ولا شك، وأنا يعني أتابع مسيرتك من سنوات وعارف هذا الشيء. لماذا يعني يقال لعبة السياسة لعبة غير نزيهة إلى حد كبير يعني؟ لا، هي مفهوم السياسة لا يوجد فيها صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، مصالح مشتركة، مصالح وعلاقات، يعني دائما الإنسان بالنوايا الحسنة وبالقلوب الطاهرة وبالمسيرة الطيبة يعني ينطلق ويسود. قد السياسة تحتاج بعض الوقت أنك تغير فيها من الأمور هذه اللي فيها، لكن أنا عن نفسي وأقولها بكل صراحة يعني ممكن حوالي قرابة 30 عام في العمل السياسي الآن، 30 عام بس ترى ماني كبير يعني، حتى الأربعينات ما طلعت منها ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية طويل إن شاء الله. بدأت مبكر وتزوجت مبكر الحمد لله وتخرجت مبكر، لكن عن نفسي والله ما تعاملت إلا في كل أريحية وكل بساطة وكل نوايا حسنة وكل ود. رسالتي لما أتيت أمثل بلاد الكويت في الخارج في دول سواء كانت سلطنة عمان أو الأردن موريشيوس محال، ومن ثم للمملكة الأردنية الهاشمية، وكنت محال لدى فلسطين وغطي الإخوان في العراق. نعم. وأنت تعرف وضعنا مع العراق وفلسطين والأردن، كان صح. أتيت بأن منذ أن نزلت في مطار
الأردن، قلت لهم بكل صراحة يا أخوان أنا جايكم بنفس طيب، بنفس ودي ونفس محبة، سأغير لكم الكراهية إلى ود والبغضاء إلى حب والسواد إلى بياض والفجوات إلى تقارب، وعلى غرار ذلك عد وقيس. والحمد لله أتت النوايا حسنة، واستطعت أن أحصل على 3 أوسمة رفيعة المستوى من هذه الدول الثلاث، وقبلها أيضا وسامين من سلطنة عمان وموريشس، فكان لي الشرف أني أتقلد أعلى 5 أوسمة رفيعة المستوى رئاسية، وهما وسام النعمان من الدرجة الأولى اللي قدمها السلطان قابوس في عمان، ووسام الرئاسة من الدرجة الأولى اللي أعطاني إياها رئيس جمهورية موريشس، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى اللي أعطاني إياها الملك عبد الله الثاني، ووسام القدس من الدرجة الأولى اللي أعطاني إياها محمود الرئيس محمود عباس أبو مازن، ووسام الرافدين من درجة المحبة والتقدير اللي أعطوني إياها الجالية العراقية وأخواننا في العراق. هذا يجسد ان العمل السياسي مو كله يعني بهالطريقه، لا والله الامور ان شاء الله طيبه. لا لا، في 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 وسام ما ذكرت انت. اي وسام المحبه من شعب الكويت، يعني انا يعني الزملاء الاعلاميين واللي اجلس معهم قالوا الشيخ فيصل ما شاء الله هذا، بس اسال ليش الشعب الكويتي يحب اذا انت السياسه 30 سنه اكثرها برا، يعني لا. في محبه هنا يعني فعلا حقيقيه يعني. والله طول عمر انا بقول لك شغله، هذه المحبه نعمه من الله، ومن رضى الله عنه يعني من محبه رضى الله عليك محبه الناس اليك، وصدقني محبه الناس هو رصيدي اللي انا اتباهى وافتخر فيه، وكنت قد جربته في مناسبتين تعرف الانسان في الافراح والاتراح، في زواج احد اخواني اتاني عدد يعني كبير في هذا الديوان، وفي وفاه والدي رحمه الله عليه، في عزاء اتاني يعني رقم كنت اتباهى فيه امام الله، ان كل واحد يدعي للوالدي رحمه الله عليه، واتكلم عن ارقام بالالوف، بس اللي انا بنوه عنه هنا واعتقد ترى هذه المحبه ابادلها باكثر استفاضه في المحبه، وايضا تسبب لي مزيد من التواضع والجلد والاقدام والعطاء لا تتوقع، كلمات ما اعرفها بحياتي، والله ورب هذا الماء الذي يغسل الحي والميت، كلمه كبرياء او كبر لا سمح الله او غرور او شوفة نفس او بخل او جبن او كذب او وعد كلها معرفة، فالنية الصادقة والنية الحسنة والتعامل فيها هي اللي تجيب لك الناس. ايضا في شغلة وانا اخوكم يقولون العرب من قدم السبت لقى لحم، ومن جاك مدني في صلاة الجمعة الصف الاول زاد عليه هجرة، انا ايضا يعني اوصل الناس والقبائل بشكل عام يعني غريب، حتى مع شغلك السياسي حتى مع هذا ما يتعارض، انا السياسه بمجالها الاجتماع بمجالها الحياه بمجالها. انا يعني انا بفاجئك مع الشيخ بشغله، يعني انت سويت معنا تحديدا احنا اعلاميين زمان ايام فواصل عمل واتصل فينا مكتبك من سلطنه عمان للدعم الشعر، يوم كان عندنا جوله شعريه في سلطنه عمان وبادرت انت، ويعني سويت شغل كبير، هل هذا برضو ايضا من باب التواصل مع الاعلاميين حتى في الخليج العربي يعني بمبادره منك أو محبة في الشعر نفسه يعني؟ والله يطول عمر أنا أحب الناس، وأكون معك صريح، يعني بابي في بيوتي ماكو باب، ما أتكلم إنه ماكو باب مفتوح. لما سويت بيت كبير في الأردن أطلقت عليه اسم بيت العرب، وليس كان باستطاعتي أسميه قصر الكويت، وهو قصر كبير هو يعني مقر إقامة السفير، وغيرت كلمة قصر إلى كلمة بيت، وكلمة الكويت إلى كلمة العرب، على اعتبار القصور هي للحكام والرؤساء والملوك والسلاطين، وأنا لست بذلك، وكلمة الكويت هي جزء من العرب، فوضعت لافتة عليه وسميتها بيت العرب، وبالفعل ما يبقى يجي سعودي خليجي قطري إماراتي بحريني عماني إضافة للإخوة الكويتين عراقي فلسطيني سوري أردني عربي، الله يحييك تعالوا أنتوا اللي إلى درجة حتى أحد الإخوان تعرف من الأصدقاء من باب المداعبة قال لي يا ابو احنا الاكراد، قلت هم والاكراد يعني النوايا طيبه، فهاي الناس والتواصل معاهم غريزه فيني واحبها. فحرص ان جاء شاعر وان جاء مثقف وان جاء دكتور وان جاء يعني، وايضا امور الدين ترى وقف عندها انا يعني اتعب على امور الدين والعمل الخيري والتواصل فيها، واحب يعني مطلقين الحمد قصرين الثواب الى نوعا ما احترمهم ومقدرهم ونزلهم منازلهم، فهذه كيفية يعني طريقة حياتي. حتى لما مرة قالوا لي طلع تويتر والتواصل الاجتماعي، أنا ترى رفيجك مع هذا لكن البداوية فيني، تويتر وشو الرجال هذا تويتر جديد، قالوا والله كذا كذا، دخلت
لقيت هذا اللي قاعد يسوونه، يعني انا كنت اسوي شخصيا فعليا على ارض الواقع. نعم يعني فلان لا مرض سالت عنه، فلان اذا صار راي اقوله يعني. اي وتسوي بشكل مرهق مع الشيخ الان، هذا بشكل يعني مريح جدا يعني، ممكن تدز رساله للجميع يعني. لا بس ما انا عندي موقع وراح اعطيكم اياه، موقع جديد وحدثته اللي هو www.abumalik.com. لكن هذا ما يمنعني ان اوصل للناس، الناس تبي الملاقه وتبي يعني الحضور وتبي المشاركه الفعليه. ترى اذا تبعنا تبارك لي بمسج وتعمد لي بالسلامه بتويتر وتعزيني بتليفون صرنا في قطيعه. نعم اختفت الاصوات. هذا التواصل يجب ان يبدا من حيث تواصلنا الاجتماعي اللي في عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ومبادئنا ومثلنا العربيه الاصيله المغرزه اللي احنا نتعاملها. وكما دائما نقول يعني ظفارة الدين وفلاح الدنيا، واعتقد ان الثنتين في ظفارة الدين وفلاح الدنيا يحتاجون الى التواصل والعلم الطيب والشكالة والامور اللي ان شاء الله الواحد يحرص جميل عليها بالجود والطيب والكرم والسطر كلها، يعني هذه سبيلها اللي يتعب عليها شرواك. شرواك الطيب يعني الهوايات والخيل وال يعني الشعر. بعد فاصل قصير مع الشيخ استاذنك طال عمرك. الله يحييك.